سلام الله عليكم أيها الرائعون أيتها الرائعات، عدنا والعود أحمد. اليوم غادي نهضروا على الزيارة أو القدوم ديال وزير العدل الجزائري إلى المغرب. الصباح بكري اليوم تسمع في أحد الميكروفونات طائرة جزائرية ستحط بعد قليل في مطار الرباط سلا، جاية من مطار بوفاريك العسكري في الجزائر العاصمة، كيظهر على أنه على متنها المبعوث الجزائري اللي غادي يسلم المسؤولين المغاربة الدعوة ديال الحضور ديال القمة ديال الجزيرة العربية، أو سميوها داك الشي اللي بغيتو تسميوها. المهم اللي غادا تنعقد من المرتقب في نوفمبر، يعني الشهر الداخل في البداية ديالو، باقي شهر وثلاث أيام ولا شهر وربع أيام. نزل وزير العدل الجزائري وجي يسبك 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 حتى وصل لوزارة الخارجية، من بعد طبعا الاستقبال، لأن المغاربة دائما كيديروا داك حسن الضيافة وكيبغوا يكبروا بأي واحد ولو ما تكونش عنده قيمة. إذن وزير الخارجية ناصر بوريطة استلم الرسالة وهو واقف من عند وزير العدل الجزائري عبد الرشيد تبي، اللي صيفط معاه تبون صيفط معاه تبي هاد الدعوة هادي اللي قال له سير ديال المغرب وعطيها للدبلوماسيين. المهم توصل لجلالة الملك محمد السادس نصره الله باش يشارك في أشغال القمة العربية اللي غادي نديرو هنا برك في الجزائر. المهم اللي جا شنو كاين في الجديد والغريب الإخوة والأخوات الكرام، وزير العدل ديال الجزائر أصر على الرجوع والعودة مباشرة. شرب شي كويس ديال أتاي برك نرجع، والله ما نشربو، شرب شي قرعة ديال الماء والو، صوروا معايا الإخوة والأخوات، غير ريح قعد خد راحتك والو، ارتاح شوية في أوتيل سوفيتيل في الرباط والو، راح نديري ليك الغداء تغدى معانا والو، برك نرجع. قال لي يتبون عقب الجزائر عقب باش ترجع مباشرة وفي أقصى سرعة، قوم بالمهمة ديالك اللي انت مكلف بها وعقب رجع برك نتزاير. الوزير الجزائري رفض حتى دعوة المسؤولين الإخوة والأخوات صوروا معايا باش يأكل، خايف من الماكلة من أتاي من الماء، ما فاتش 30 دقيقة هو يرجع المسؤول الجزائري ومباشرة غادر مقر وزارة الخارجية وقال لهم برك نرجع. علاش قال لي تبون عقب تجي؟ المهم هو المغرب التزم بالبروتوكول المعتمد في مثل هذه المناسبات او الزيارات او الاستقبالات ديال اي وفد من الوفود ديال اي دولة، لان المغرب معروف عالميا بلاد الضيافة والكرم. كاين الناس اللي غيقول لك لا راه دير الخير في بوجعران راه ما عمرك تنتظر شي حاجة، كاين اللي غيقول ليه لا حنا كنحافظوا على دم وجهنا والأصالة ديالنا والهوية ديالنا والتربية والأخلاق ديالنا، ما نكونوش حنا فحال واحد الشمكاري يجي مثلا يحيح علينا في الحومة حتى حنا نوضوا نحيحوا عليه باش نوليو شمكرية بجوج، ما يمكنش. وزير العدل ديال الجزائر عاود ركب في الطيارة الرئاسية الطيارة الجزائرية وقال لك عقب نرجع وشد الطريق الشيفور زيد كسيري لافاش كيري كيليميني عاود كسيري البيلوت كسيرة وقصر جيتي فلتزاد كسيرة شدو الرادارات غادي ب 948 كيلومتر في الساعة، يعني السرعة اللي نورمال مخصص كنت مخصصكم ب 600-650 تن 700، يعني جهة مكناس وجهة فاس، لأنه كما كتشوفوا في الخارطة دخلوا من الجزائر للمغرب ومن المغرب للجزائر، حنا ما سدينش الحدود، ولهذا كنقولوا أحادي الجانب، يعني قرار إغلاق البر والبحر والجو أحادي الجانب من طرف الكراغلة أي الجزائر. إذن ما علينا، علاش الإخوة والأخوات الكرام ما نكونوش براغماتيين أكثر وما كانوش يضيعوا هذا الوقت هذا كامل وهاد الخلعة، من جلس من شرباتي لا بالشيبة ولا بالنعنع، من شرب الماء من نعس من فيق، علاش ما كانوش يصيفطوا هاد الدعوة في الواتساب وبالكاميرا يجيبوا كاع القنوات ديال الصرف الصحي اللي مولفين كيصوروهم، ها حنا صيفطنا للمغرب دعوة والمغرب غيتلقاها في شخص وزير الخارجية وغادي يقول لكم وصلت الرسالة بسلام وانتهينا.
وداك الساعات غادي نشوفوا من دابا شهر وثلاث ايام شكون اللي غادي يحضر عندكم تما. بالنسبه للحضور سبق وهضرنا مرارا وتكرارا وضربت الاراء ديال الناس. المهم جلالة الملك محمد السادس ما كنظنوش انه غادي يحضر في الغالب، هذا ما يقول اغلب المحللين والمراقبين. يقدر يحضر وزير الخارجية ويقدر يحضر اخ النوش، اما حتى بالنسبة لعمر هلال الى حضرت ما غدا تقدرت، لانه هو من قص لهم في الضبرة بخصوص جمهورية القبائل المحتلة، اقدم محتلة في افريقيا للعاصمة ديالها تيزي وزو والرئيس ديالها فرحات مهني، وعاشت القبائل حرة مستقلة نعم لتقرير المصير ديال جمهورية القبائل. ولهذا عمر هلال ما غيقدروش يتحملوا يشوفوه تما، ما كنظنش غادي يحضر. على كل حال غادي نشوفوا الرايه ديال المغرب كامله مكموله فوق رؤوسهم، وهذه مهمه بزاف. وكذلك غادي نشوفوا ما كاينش شي حاجه سميتها البوليزاريو، كنقولوا عصابه الصنادليه اللي خلاو صناد لهم وسراو لهم هوادين وغاديين يجريو وباغيين يوهموا نفوسهم بالزز على انهم كيان موجود وكيسميو داك السميات اللي على بالكم الجمهوريه الحنكوشيه، هادشي ما غيكونش. كذلك ايران والتقارب هادشي ما غيكونش. كذلك بشار الاسد ونظام سوريا غادي يكون ضمن كذا ويدخل في الجامعه العربيه، والتخربيق اللي الا درناهم غنكونوا والله اشر من ابليس، لان بشار الاسد ومن معه الاخوه والاخوات صفال اكثر من مليون ديال الناس اللي هما دمنا، ها كاينه ولا ما كايناش، هذه هي الحقيقه. ولكن الجزائر مع كل من يطحن الانسانيه ما عليناش، ماشي هذا هو موضوعنا. كملنا من وزير العدل راه وصل دابا للجزائر، وصل ومشان عند تبون دار معاه جلسه وقال ليه راه مشيت تما ورا داكشي اللي قلتي ليا راه درته، ما كلت ما شربت ما نعس ما جلش، قلتي ليا عقب رجع قلتي ليا برك ما تشرب والو برك تجي، قلت لك برك نعقب برك رجع. المهم داكشي النصائح والتعليمات كلها درتها، قال لي يلا دابا سير ولدي تنعس. مشى ينعس المعلم تبي تبون، حتى هو اتصل بالمعلم ديالو الشنقريحه قال لي الامور راه غاديه على احسن ما يرام. غنمشيو دابا المقطع متداول الاخوه والاخوات من تونس. تونس الجريحة، تونس التي يحكمها الدكتور أو الدكتاتور أبو بوريس. وغادي نشوفوا هنا كيفاش كيبين هذا المقطع الناس يتهافتون باش يشريوا ماذا أكياس السكر، ماذا باش يشريوا الحليب ويشريوا أبسط الأمور من المحلات التجارية في ظل هذا الخصاص الكبير اللي كتعيشه البلاد تونس الصديقة والشقيقة. نقص حاد في المواد الغذائية الإخوة والأخوات، كنقصد المواد الأساسية السكر والزيت والطحين والروز والحليب مع الأسف الشديد. إذا نشوفوا الإخوة مقطع بعجالة ثم نعود. الله يفرج على تونس الشقيقة. وغنشوفوا دابا مقطع متداول من السعودية وتحديدا من طريق الرياض اللي كيبين واحد الحادث مروري جماعي طلقت فيه سيارات وكاميوات مركبات دفعة واحدة للأذكياء فقط. حسب راسك بوليسي شرطي مرور جيتي ولقيتي هاد الحادثة هكا، ويلا حدد لينا شكون هو الفوتيف، شكون هو صاحب الحق. يلا نشوفوا بعجالة المقطع ثم نعود لنشاهد. حريرة محرحرة مخبلة، فين غتلقى راس الخيط؟ إما تقيد ليهم بروسي كاملين وتصيفطهم للفورية الكاملين ولا تعوضهم كاملين. هذا هو الرأي ديالي أنا، لأن ما كاين فين منين غتبدأ. كي قال الشاعر واحد الشاعر تا هو الأصل ديالو ربما من السعودية، هذه زردة ومنين نبدأ؟ إذا منين غادي تبدأ داك الشيء كامل؟ نبقاو نشوفوا تنشوفوا الرأي ديالكم إذا كنتي شرطي مرور. وغادي ننتقلوا إلى مدينة الداخلة في الصحراء المغربية نادل، يعني سرباي ديال القهوة
في مدينة الداخلة لقات تقريبا 15 مليون كاملة الأورو. إيه بالأوروات، ما كاين غير المية تنطح المية والميتين. شي واحد سائح جا ريح قهوة نساها مشى في حالاته. هاد السرباية هذا اللي كتشوفوا قدامكم لقاها وصوروا معاه قنوات، يعني ثقة والله مزيان، برابو مزيان هادشي. نشوفوه بالزربة ثم نعود. وانا نحل عاوتاني لاكيس الاخر لقيت فيه تقريبا كلشي اورو، فيه الوراق ديال 50 20 50 100 اورو، فهمتي يعني. وانا نقول اشنو هذا الشيء، تدهشرت انا، بديت كنترعد، قلت هادو بلا نمشي طار راجيمي، بقيت كنتسنى، خبيت داكشي قلت غادي نمشي عند البوليس، غادي نسالي خدمه نمشي عند البوليس ولا نصوني عليهم شويه. ها السيد بان لي جا، قلت الحمد لله جا السيد، قال لي واحد الامانه، قلت ليه هكا هي، عنقني مسكين وفرحان بزاف. واضحه. المهم هنا انا عندي سؤال هنا، واش القهوة فيها الكاميرات من داخل ولا لا؟ إذا كانوا فيها الكاميرات فالنادل راه بزز منه، إلا ما ردهمش راه عرفتوا شنو كاين، كرمخ كرمخ كرمخ، لأن غتشدوا الكاميرا وهو هز هذاك الظرف عامر بالفلوس ديال السيد ديال القاوري. أما إذا ما كانش الكاميرا ولقاهم كما كيقولوا مشى يلوحهم في الزبل وهو يقول أنا نشوف اش كاين هنا، ولقاهم فلوس ودار هذاك الشيء اللي دار، برافو أنت وهذه هي الرجولة، وهذو هما المغاربة الحرار. وعلى ذكر هذه القضية الإخوة والأخوات، الولد ديالي غير البارح والله العظيم إلا لقى بزطام فيه الفلوس، فيه واحد الماسو ديال الفلوس وفيه لي كارت بونكير وداك الشيء، ومشى للمقاطعة وسول على هذيك السمية اللي كاينة في لي كارت بونكير وفي لا كارت ناسيونال، ومشى معاه ديك القايد ديال القوات المساعده، مشى معاه حتى ديك الحي فين سولوه فين لقاوه، وعطاه المسائل ديالو كذا كما ينبغي. فهكذا يجب ان تكون التربيه ديال ولاد المغرب. هنا على ذكر ولاد المغرب ما نساوش طوطو. طوطو هذا واحد كيغني داك الشيء ديال الراب، ياك الرابو داك الشيء ديال الريغلي. أنا صراحة سمعت بالسمية ديالو شحال من مرة، ولكن أول مرة غنحقق في الوجه ديالو مع هذا الخبر هذا، وخاصة البارح ملي نتوما ناعسين وأنا سهران كندير الإعداد بلا منا الله. هذا المغني الحشاش أو الحشيشي اللي كيجاهر بالحشيش كأنه داير شي بطولة في حياته، هاد القضية ديالو في لقاء صحفي كيتكلم على الحشيش وقال لي كذا، وأنا يعني كيتباهى كنكملو الحشيش كومن مات فريمون. زعما واش كنجيبو من منين كنجيبو؟ زعما جيبوها من الدوره في شمال الحشيش، زعما ماشي بيناتنا 300 كيلومتر ما بين 2 كيلومتر من بعد الحشيش، زعما معروف عالميا وبنادم من العالم كيجي هنا باش يكمل الحشيش. طوطو وصلت القضيه ديالو للبرلمان، واخا ملي في البرلمان غادي يسولو دابا احد البرلمانيين، غادي يسولو الوزير غيقول ليه الى طوطو كيتباهى بالحشيش وكاين القانون كيحكم هادشي هذا. انت كتصرح بالاستهلاك، كتنشر في وسط الناس يستهلكوا الحشيش شي حاجه اللي هي خطيره جدا. الحشيش الغبره القرقوبي كيتسبوا في مصائب عظمى للعائلات، يعني للفرد والمجتمع. كتجي انت وكتباهى بحال اللي كان كيدير واحد المغني شعبي، نطلبوا الله يغفر لنا ولاه، قال لك بعد العشاء في علمات شا، المهم ضرب ثلاثه جوينات وكتب ديسكو، والله لا قلت لكم سميتو، قولوا لي انتوما شكون هو هذا المغني اللي كان كيكتب ثلاثه ديال الديسك في النهار، وكل ما بين ديسكو وديسك كيضرب ثلاثه جوانات. المهم تصنت ثلاثه اربعه خمسه ديال الديسك، حسب راسك في الكوميساريه، تزيد تصنت حسب راسك في المحكمه، تصنت حسب راسك في الكاش وفي الحبس. المهم ما علينا. واش باقي كتسمع الشيخات بعدا ولا ساليتي؟ ديما 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 هذا باتريمون ديال المغرب. راه كاين اللي كيسمع الشيخات ويحشم يقولها. لا انا كنفتخر، انا كنفتخر بهذه، لان تنظن بان جميع المغاربه خصهم يفتخروا يعني بالباتريمون ديالهم. واحد مسؤول كيديرها قد راسه، يقدر يفلس بها عشرات الالاف ديال الناس، يقول لك مالك انت، يدور في بوا يقول لي انت احسن من الوزير ديال التعليم العالي واللي هو اللي قال لنا ايوا انت شيخ ترى عرفتي شنو كاين. خصنا نعلموا هاد التراث الوطني، خصنا نعلموا ونفتخروا به ونعلموا لوليداتنا، وتنظن بان خصنا نقريو لوليداتنا. الا بغينا ما نضحكوش على نفوسنا، يلا هاجي المهداوي، انت ذاك النهار راه كنتي كتقول الشيخات وكتسمعهم كتشدك الرعده، ياك اخويا حميد. ايوا هاد السيد هذا شنو غتقول عليه عاود؟ واش هذا يستحق ان يكون وزيرا للتعليم العالي؟ واش هاد السيد هذا ملي قال لنا دابا الشيخات وحنا كنعرفوا الشيخات ماذا يتبعهم؟ بلا ما نضحكوا على نفوسنا، قلت حنا مغاربه
الشيخات كيتبعهم الروج، الشيخات كيتبعهم الفلس المبين، الشيخات اشنو تقول لي؟ لا لا اعمي، ما كاين بعض الشيخات ملي كتسولهم كتقول لك الله يعفو عليا، واش بنتك مرتك اختك امك تبغيها تكون شيخه؟ السيد الوزير تقول لي إيه، غنقول لك فأنت كذا كذا كذا، غتقول لي لا، غنقول لك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ها وإلا ستكون ثلاثة النقط رجع للسطر، هل من محاسبة؟ هل من رقابة؟ ربط المسؤولية بالمحاسبة. الإخوة والأخوات، السيد الوزير حتى وكملنا ما بقى، والله المستعان. اما الى بغينا نمشيو النبيل منيب ونمشيو النبيل بن عبد الله، داروا قال لك بيناتهم شي تحالف، تحالف ديال نبيل مع نبيله، والله يهني نبيل بنبيله، مبروك السي نبيل، مبروك 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 عليك لاله نبيله، مبروك عليكم التحالف الجديد. ياك انا هذه عام وانا كنقول لك انت عندك كرسي وهو كرسي وانا كرسي، ورانا نتحالفوا مع بعضنا، درتوا لي خاوي عامر دمستوا عليا الكارطه، ما كاين مشكل لاله نبيله. السي نبيل كنعرفوكم وكنعرفوا الطريق ديالكم فين غاديه، احياني طلبوا الله السلامه لهاد البلاد، ان طلبوا الله الخير، اقولوا امين. السلام عليكم، كان معكم حبيب الجماهير، حتى الغدا ان شاء الله دوزوا بخير. مغربنا حر الاعلام هازين، ناويين الخير وبدعوه نردوا العين، ونقولوا كي قال سيدنا اللهم كدر حسادنا، اللهم كثر حسادنا، لأن كثرة الحساد ثاني كثرة المنتزعات والخيرات، أما من لا يملك شيئا فليس له ما يحسد عليه.